شاء الله. نروح كده نشوف تقرير لطيف شويه في الاول النهارده، والاهتمام بالطفوله. المجلس العربي للطفوله والتنميه نظم احتفاليه لاطلاق جائزه الملك عبد العزيز للبحوث العلميه في قضايا الطفوله والتنميه. الجائزه دي هي من اهم الجوائز في الوطن العربي. الموضوع الخاص بهذه الدوره للجائزه تحت عنوان التنشئه على قيمه المواطنه. تعالوا نشوف. وبالتالي كان اهتمامنا بهذه القضية هي القضية الأولى في سلسلة تحت شعار التنشئة على المواطنة. انطلقت فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية بالوطن العربي لتفعيل قيم المواطنة من خلال البحث العلمي. النهاردة بنحتفي بإطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك عبد العزيز للبحوث المتصلة بالطفولة والتنمية، وأنا أعتقد أن ده حدث مهم جدا يجب أن احنا نحتفل به يعني نتكلم عنه كتير، لأنه أول جائزة تبقى متخصصة يعني في موضوع دقيق جدا ومحدد جدا وهو الطفولة. التنشئة على المواطنة أصبحت من المسائل الهامة جدا في المجلس العربي. احنا أنجزنا دراسات كثيرة جدا حول واقع تنشئة الطفل في العالم العربي، وتبين لنا أننا ينبغي أن نجري حوارا كبيرا حول مفهوم المواطنة في التنشئة الاجتماعية، لأن التنشئة الاجتماعية ضرورية جدا للطفل، ونوع التنشئة الاجتماعية التي ينبغي أن يحصل عليها الطفل العربي ليكون قادر على المشاركة، يكون قادر على التعبير. إذا قلنا أن الطفل من حقه المشاركة، المشاركة حق من حقوق الأطفال. تستهدف هذه الجائزة جميع البحوث العلمية بمجال المواطنة، والتي يمكن أن تفيد العاملين في مجالات الطفولة والتنمية في الوطن العربي. جائزة لها 5 جوائز. الجائزة الأولى 6,000 دولار أمريكي، ثم تتدرج إلى الجائزة الخامسة 2,000 دولار أمريكي، ويلي ذلك أيضا مجموعة من البحوث التي سوف يتم نشرها في مطبوعات المجلس المختلفة حتى وإن لم تكن قد فازت ضمن الجوائز الخمسة. مفتوحة لجميع الباحثين في جميع الدول العربية وليس فقط في مصر، وهي مقدمة للأفراد وليس للمؤسسات. تأتي جائزة الملك عبد العزيز في بحوث الطفولة والتنمية بالوطن العربي هدفا لحث الباحثين العرب على مزيد من الجهد البحثي لتنشئة أطفال العرب على أسمى معاني المواطنة. مرنا عادل أونلاين.